أخشى نحن متبغين على المشكو غي بغزة بينها فلسطين بإسرائيلين. أنا درست عبري وحضرت ماجستير في الإعلام السياسي، كان من ضمن القضايا اللي أنا كنت بناقشها صراع العربي الإسرائيلي، وبعد كده اتجهت للكتابة في الشؤون الإسرائيلية. كانت في مشكلة إن أنا لما كنت بحضر الرسالة بتاعتي وكنت بدرس الصراع العربي الإسرائيلي، ما كانش في مراجع كتير كفاية من لغة باللغة العربية، يعني مراجع المترجمة عن اللغة العبرية كانت قليلة جدا وكانت محدودة وكانت باتجاه معين، فكان مهم إن أنا أعرف إيه اللي بيتكتب عندهم، ومهم إن أنا أتابع الجرايد والمجلات والقنوات، ده كان هيفيدني أكتر من إن أنا أشتغل على حاجة منقولة أو مترجمة، فقررت إن أنا أدرس عبري. والله هو الأحداث اللي بتحصل ليها أكتر من قراية، بس خلينا نتكلم على آخر حاجات حصلت، نتائج الحرب أو الحرب هتودينا لحد فين. الواضح من الأحداث الأخيرة إن إسرائيل هي خسارتها كانت أكبر من خسارة غزة، يعني غزة كانت خسائرها تتركز في الأرواح فقط، لكن خسائر إسرائيل كانت خسائر أكتر، وخصوصا إن إسرائيل لم تكن تنوي الحرب، ودي الحاجة اللي كان تملي بيتكلم فيها الكتاب الإسرائيليين، بإن إسرائيل اتجرت للحرب وإسرائيل تم سحبها للحرب دون نية مسبقة منها. هم كان عندهم نية لتدمير غزة وتدمير حماس، لكن مش في التوقيت ده، في توقيت تاني تكون إسرائيل فيه أكثر استعدادا، وده ما حصلش خلال الأحداث الأخيرة، لأن حماس كانت الأكثر استعدادا، وحماس كانت المجهزة، وحماس كانت عارفة هي بتعمل إيه، وده كتب في إسرائيل بشكل واضح إن إسرائيل اتجرت للحرب وإسرائيل لم تكن مستعدة، والجيش الإسرائيلي لم يكن في أتم استعداده. تاني حاجة حصلت مش بس إن إسرائيل حاربت في توقيت خاطئ، لا، إن إسرائيل كمان إن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعد للعملية البرية، يعني كان في اتهامات كتير وجهت لنتنياهو في بداية الحرب إن أنت ليه ما تعملش عملية برية موسعة، وليه ما تحاولش إنك أنت تقضي على حماس. الحقيقة إن نتنياهو يعرف جيدا مستوى جيشه، يعرف جيدا إن هو داخل يحارب في أرض مش عارفها، وداخل يحارب مع ناس هو مش عارف هم وصلوا لحد فين في التسليح، ودي كانت المفاجأة، صدمة الأنفاق خليني أقول. والله بحسب ما اعلن، احنا طبعا ما نقدرش نعرف ان هو جه ازاي، بس بحسب ما اعلن ان ايران ليها دخل في تسليح حماس، وحماس كانت من فتره مش يعني ما فيش حاجات مؤكده، بس الواضح من العينات اللي هي سقطت في تل ابيب وسقطت في عسقلان وفي المدن اللي عند غزه او القريبه من غزه، كانت بتؤكد ان الاسلحه اللي استخدمت اسلحه ايرانيه الصنع، قد تكون لها علاقه بمحمد مرسي وقد تكون لا، بس هي في الاخر في جهه قويه تدعم حماس. مصر بتقوم بدورها اللي معروف ودورها السياسي اللي احنا متعودين عليه من عشرات السنين، ولكن الظروف الحاليه تختلف، يعني وقت ما كانت مصر رعت مصالحه فتح وحماس سنه 2012 كانت ساعتها بيحكم مرسي وبيحكم الاخوان المسلمين، فكانوا خليني اقول ليهم سلطه على حماس وليهم كلمه على حماس. الان لما حصلت المصالحه اللي فاتت بين فتح وحماس، مصر كانت راعيه للمصالحه ودعمتها، لكن ليست بالقوه اللي هي اللي تمت سنه 2012. نفس الحال بينطبق تماما على عمليه الرصاص المصبوب وعملية عمود السحاب وعملية جرف الصامت. اللي حصل في جرف الصامت ان احنا ما عرفناش نوصل لاتفاق وهدنة سريعة، ده بسبب ان النظام الحالي اللي بيحكم مصر ليس على علاقة جيدة مع حماس، واخوان المسلمين ورحيلهم من مصر ادى بصورة كبيرة جدا لفقد التواصل ما بين مصر وبين حماس، بدليل ان احنا الى الان لما بنيجي نتفاوض في الهدنة وفي المفاوضات بنتفاوض مع قاعدة فتح، لا نتفاوض بشكل مباشر مع قاعدة حماس، وإسرائيل بالتبعية برضو أيضا لا تتفاوض بشكل مباشر مع قاعدة حماس، عشان كده تمت مفاوضات غير مباشرة بين حماس وبين إسرائيل على أرض مصر، على الرغم أن مصر نفسها عندها مشاكل برضو مع حماس، وده كان من ضمن التعليق على المفاوضات يعني. فتح مسألة فتح المعابر فيها أكتر من رؤية وأكتر من قراءة. فتح المعبر أنا ممكن أفتح المعبر وممكن أوصل المساعدات لأهالي غزة، ولكن في الحدود اللي تسمح بيه أمني والحدود اللي يسمح بيه أن أنا أحافظ على سيناء. سيناء فيها مشاكل وفيها بؤر إرهابية وفيها تسليح وفيها جماعات إحنا مش عارفين هي ممكن توصلنا لحد فين. فقرارات فتح المعابر وغلقها ان هي كانت ان مصر تنتقد في قرار فتح المعبر او غلقه، احنا ما ينفعش تلوم الاداره المصريه، الاداره المصريه في الاخر برضو هدفها الاول ان تحافظ على امن مصر، ويا ليها نحافظ على القضيه الفلسطينيه، وده حاجه ما تزعلش حد، لان هو الفلسطيني من او الاولويات انه يحافظ على ارضه، ثم تليه الامن المصري، فده حاجه المفروض ان هي ما تزعلش حد.
أنا كتبت موضوع أخير في جريدة الوطن كان بيناقش القضية دي وبيناقش إسرائيل خسرت إيه. إسرائيل خسرت حاجات كتيرة جدا، مبدئيا خسرت خسائر اقتصادية كبيرة جدا، بيقال إن الإحصائيات من 15 ل 20 مليون مليار شيكل، وده تعتبر خسارة كبيرة وتفوق خسارتها في عمليتي عمود السحاب والرصاص المصبوب اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت خلال السنوات الأخيرة. بعيدا عن الخسائر الاقتصادية، خسرت خسائر أرواح بشرية على الرغم إن هم ستينيات يعني حاجة و60، ولكن بالنسبة لإسرائيل ده رقم كبير جدا. إسرائيل ظهرت مشكلة كبيرة لديها وهي علاقتها المتوترة بالولايات المتحدة الأمريكية، وده اللي أظهرته حرب غزة الأخيرة. إسرائيل كانت تدرك جيدا أن هي على علاقة غير جيدة مع النظام الحالي في أمريكا وإدارة الرئيس أوباما، ولكن حرب غزة أثبتت لها أن هي عندها مشكلة كبيرة جدا، فقدت تواصلها مع إدارة أوباما ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وده هيكون له ردود فعل حتى خلال الفترة اللي جاية. بعيدا عن خسائر إسرائيل الدبلوماسية، خليني أقول إسرائيل عندها مشكلة داخلية الآن، أو حكومة نتنياهو عندها مشكلة داخلية ما بين اليمين المتطرف اللي كان بيجبر نتنياهو طول الوقت أنه يقوم بعمليات موسعة، وبين اليسار اللي هو شايف ان نتنياهو تصرف بشكل كويس او بشكل اللي هو بيحمي بيه جيشه وارضه. نتنياهو الان هيواجه مرحلة صعبة جدا من اليمين المتشدد اللي هو كان رافض السلوك نتنياهو، فنتنياهو لو بعد ما يخلص من الحرب عنده حرب داخلية كبيرة جدا. بعيد عن نتنياهو، الجيش نفسه الإسرائيلي عنده مشكلة مع شعبه. الشعب الإسرائيلي فقد ثقته في جيشه، شايف إن جيشه لم يكن على المستوى المطلوب أو المستوى المنتظر منه أو المستوى اللي بيروج ليه في وسائل الإعلام، فدي مشكلة تانية ما أعتقدش إن هي هتحلها بسهولة إسرائيل خلال الفترة اللي فاتت. بعيد عن كل الخسائر دي، إسرائيل كسبت حاجة واحدة بس، إن هي نمت علاقتها ببعض الدول العربية زي السعودية ومصر والأردن والمحور الجديد، يعني إن هي أصبحت على علاقة جيدة ببعض الدول اللي بتتحد مصالحها مع مصالح إسرائيل.